على هذاك الياس المالكي انت حقار كدرتي له كاميرا وتضرب فيه مسكين امام المغاربه. بورقادي الله يجازيك بخير، حاول تواصل معايا انا نوقف معاك. على صوفيا الطالوني النصاب الاخ البسطاوي تنتمنى اي واحد ما تيبغيش الظلم وما تيبغيش الحقره، وحنا رجال ما تنبغيوش نتحقروا، واي واحد تيحس براجل تيحس بانه مغاربه ماشي حقاره. على هذاك الياس المالكي اللي انا تنقول لك امام المغاربه يوسف الزروالي انا راجل عليك وانت حقار، انت حقار وحقرتي هذاك السيد اللي ما تنعرفوش وانك درتي له كاميرا وتضرب فيه مسكين امام المغاربه وحقرتيه وصرفقتيه وقلتي له امك عاهره. وحنا مغاربه ماشي حقاره، حنا المغاربه نتحدوا بعضياتنا ونضاربوا بعضياتنا ولكن تندافزوا ماشي ولكن ما نديروش كاميرا باش تبين. انت ما لقيتيش اللي وقفك على حدك اللي قال طالع تتسب عباد الله بالكلام الساقط اللي تتسب المغاربه. خوتي انا تنطالب سميت هذاك الاخر سميتو الولد بورقادي الله يجازيك بخير، حاول تواصل معايا انا نوقف معاك. شينا ما وقفتش معاك راني ماشي الزروالي يوسف، حاول تواصل معايا نتوقف معاك بالقانون وغادي نربيوه بالقانون وغادي نبينوا له بانه حنا رجال المغاربه، حنا خوت، لانه داك السيد اللي حقرتي راه خويا مغربي، هذاك راه خويا اللي حقرتي الشماته الدليل، انت ماشي راجل. تشد السيد مسكين وتقع عليه بالضرب، تشد السيد وتضربه في الكاميرا وديروا تكوين عصابه اجراميه وتتبين بانه المغرب عصابه. انا دوزت لك هذيك النهاريه تتقول الله الوطن الشعب، دوزنا لك انا رغبت عليك محامين بغاو يديروا بك شكايه بتحريف القران الكريم وتخسر الهضره في الالاف اللايفات، ولكن ما غاديش ندوزو لك انك حقرتي هذا الولد مسكين، والله ما ندوزها لك لانه ماشي رجوله. وغادي نتكلموا على صوفيا الطالوني النصاب اللي تيسب في السيد اللي الله سبحانه وتعالى خرجه من الظلمات الى النور الاخ البسطاوي اللي عزيز عليا هذاك السيد ولد بلادنا اللي مسكين انه شد واحد الطريق الزوينه طريق ديال الله سبحانه وتعالى. يا ريت انه تحنا ربي نزلنا هذيك الهدايه اللي نزل على خونا مغربي اللي هو ولد عائله اللي ولد خونا البسطاوي الله يرحمه تربينا معهم في التلفازه، عائله محترمه، عائله ما تيجبدوا حتى شي واحد، خرج عبر على الراي ديالو تتسب له والديه وتتقول له ارهابي ماشي حشومه عليك، تسب السيد والدي وتسب باه في القبر مسكين، ولكن هو ما يعرفلكش حيت هذاك السيد دخل سوق راسو بينه وبين الله سبحانه وتعالى. خوتي الاعزاز شكون اللي عجبو هذاك الشيء عطيني الفيديو عطيني الفيديو خويا، شكون اللي عجبو لي هذاك الشيء اللي دار انس المالكي الياس المالكي اللي نتوما طلعتوه السير رمضاني؟ بالله عليك واش هذاك السيد تيصادفوه الناس؟ قول لي السير رمضاني انا تنحترمك تنبغي نحترمك ولكن بعض المرات دابا الياس المالكي اللي انت معيط له واش هذا السيد تحترم؟ شنو تيقدم لنا؟ كلام ساقط؟ حنا معاك الله كلام ساقط؟ شنو تيقدم لوليداتنا؟ كلام ساقط ومصادفو في برنامج ماك مصادفتيش الناس اللي حاملين كتاب الله سبحانه وتعالى. الله يهديك السي الرمضاني الله يهديك، هذا نطلب الله يهديك. تقول الزروالي عاوتاني عنده حسابات معايا ديال 2019 2020، والله يا سيدي ما عنديش حسابات معاك الا انت عزيز عليا، ولكن هذا السيد ما يستاهلش يكون. انا دابا في مراكش قول لي فين نجي عندك انا نجي عندك ونطيحوا انا وياك تاتاتات امام هذا المول، لانه هذا السيد اللي حقرتيه عيب وحشومه عليك، ليس رجوله انه تحقر ود بلادك. كاين ثلاثه بهم تيضربوا في السيد مسكين في الكاميرا زعما انت واعر. اول حاجه تكوين عصابه اجراميه، هذا رئيس الا كانت فوق 10 الليل، الا كانت فوق 10 الليل راه عندك جنايات الشريف انت حقار بغيتي ولا كرهتي. شوفوا خوتي الاعزاز حطوا راسكم بلاصه هذا السيد، جيب ثلاثه وواحد تيصور، عندنا سيب اذا غابه، حنا تنعيشوا في غابه، حنا دابا تنعيشوا في غابه، اللي بغى يشد حقه يمشي بيدو. عرفتي شكون الذي طيحك؟ هو داك القران الكريم اللي استهزأتي بها الشريف هنا تتشوفوا اخوتي الاعزاز. نعاود لكم شوفوا
لأن هذا السيد دابا مسكين النفسانية ديالو محطمة، لأنه تحقروا ضربوا تعدى عليه، ماشي ضربوا بينه وبينه، دار فيديو وشهروا في العالم. عرفتي دابا السيد هذا راه تيحس براسو ماشي مغربي، تيحس براسو بالحقرة، تيحس براسو ماشي بلاد الحق، دولة الحق، وحنا في دولة الحق والقانون. حط راسك بلاصتك. إذا أي حاجة هذاك السيد اللي ضربتيه تا هو راه راجل، تا هو عنده ميمتو، تا هو عنده خوتو، تا هو عنده لي زامي ديالو، عنده متابعين ديالو. إذا علاش ضربوا؟ علاش ضربوا؟ علاش ضربوا؟ زعما أنت واعر، زعما أنت صحيح، وأنت ما تقد على تاهل. علاش جاتك الولد اللي خرج من الحبس لا تلق صراحو، اللي داير أخ اللي داير الوشام، جا وقردك مالك ما هضرتيش معاه، ولا هذاك زماتك يقردك ولا ما قردكش؟ واحد الأخ مسكين ندوز السجن، الله يجعل داك السجن يدوزو كله مغفرة الذنوب والطريق والأيام اللي جاية كلها. إذا هذا خونا اللي كلا العصارة، خونا مسكين مغربي، أنا ما تنعرفوش قسما بأية الرحمن ما تنعرفو، ولكن تنتمنى تواصل مع خوك يوسف الزروالي، أرجوك تواصل معايا، تواصل معايا ونفرجك أمام هذا المتابع اللي متابعني، واش أنا راجل ولا ماشي راجل، وما خصنيش نهضر على راسي بزاف، اللي راجل كاع ما تيقولها في اللايفات. المواقف ديالو تتبين له. الله يخليك. المهمة تواصل معايا، انا معاك والشعب المغربي كامل معاك. جامي تحديت شي واحد في العنف، جامي تحديت شي واحد في العنف. الناس عارف اني انا واحد الولد سلمي وضد العنف، ما تنبغيش المديفزي. انا نتحداكم بثلاثه بكم، جيب معاك هذيك الثلاثه واجي. اذا تشد خوك صاحبي مغربي وتقول له سير لون ديال امك، هو مسكين ما قادرش يرد عليك لانه الحميه تتغلب السبع. رجولة، انت انت راجل، انت انت راجل اللي تضربوا وتعدى عليه مسكين وتصوروا 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 مسكين وتتقول له سير يا ولد الفعله، تسب له مو اعز حاجه عنده تتسب وما قدرش عليك مسكين لانك حقرتيه. حقار انت، حقار. عمر ما قال لك شي واحد يوسف الزروالي تيقول لك انت حقار، لانه وليتي تحقر الراجل ماشي راجل، الراجل ما تيتحقرش، وانت حقرتي ود بلادك مسكين. كاين قانون، لا سبك ولا عيرك سير القانون. خوتي الاعزاز سمحوا لي لا تنهضر بهذا المصطلح، ولكن انا حسيت بهذاك السيد مسكين اللي هو مظلوم. الى سيد الوكيل الملك وقع داك الشيء في الجديده، رسالة النيابة العامة الجديدة المحترمة، تنتمنى اعتقال هذا السيد هذا هو وهذيك العصابة ديالو، لأنه هذه عصابة. أنك باش تجيب ثلاثة أصحابك وتجي وتشد واحد عليه درو درو، هذا أنت راك بطل. إلا بغيتي نديرو هذاك الشيء راه نديروه، نخرجوك من دارك، ولكن حنا راه بلاد الحق، دولة الحق والقانون، حنا راه ما عايشينش في غابة، راه دولة المؤسسات. أنت تتقول أنه عند الرمضاني أن الأم ديالك هي الكل، وانا ما نتجوش لانه الام. علاش تلعب العاطفه ديال الشعب المغربي؟ لانه الشعب المغربي النقطه الضعف ديالو هي رضات الوالدين. اذا كيفاش انت امك هي كل، هو امو تتسبها له على المباشر، تتسب له امو بكلام ساقط على المباشر، معليش. اذا انت تتقول امي هي كل، هو امو مسكينه بهداله. هذيك احنا المغاربه عندنا ام المغربيه، أم مغاربة كاملين، أم المغربية فهي أمنا كاملين. علاش؟ حنا ملي تعلمنا حنا صغار تنشوفو مرا كبيرة هزة الوصلة الخبز تنديوها لها، تنشوفو هزة القفة تنديوها لها، تعلمنا هادشي من الطفولة ديالنا. مندوزو الطالوني، أجي الطالوني، مالك مع السيد البسطاوي مالك؟ تتسبو وتتقول له كلام الساقط، علاش؟ علاش مسكين اش دار لك؟ تتقول له ارهابي، كيفاش ارهابي؟ واش انسان الا داير الحياه ومتقي الله سبحانه وتعالى تردو انت ارهابي؟ وانت اللي تتخرج وتسب، والسبه اللي سبيتي في سيدنا، لا انت وداك الساريكول، هذاك البسطاوي اشرف منك يا عدو الله. البسطاوي راجل عليك، البسطاوي يسمح في الفلوس ويسمح في الشهره ويسمح في كل شيء لوجه الله. عرفتي شنو هو وجه الله؟ يسمح في واحد الحاجه اللي انت تتمنى تدوز فيها، افلام ويكون بطل الفيلم، يسمح في كل شيء لان الله سبحانه وتعالى
خرجوا من الظلمات الى النور. البسطاوي عمره ما يكون ارهابي لانه ودع الى وليتي يضرب كلام الله وكلام الرسول، ليس ارهابي. انت هو الارهابي اللي تدير الرعب للناس في السبان والشتم ديالك. دابا انت داير سطل صدر سطل يا ربي سطل صدر اصطناعي، مؤخره اصطناعيه، وتتابس مع واحد انه سمح في كل شيء لوجه الله. سبحان ربي الكعبة، واحد سمح في كل شيء لوجه الله، ما بقاش باغي لا شهرة ولا فلوس ولا والو، وأنه تيخرج وتعطينا نصائح في سبيل الله، وأجمل كلام تيخرجوا من الأم فمه وتيقول لكم يا إخواتي بغيتكم ترجعوا للطريق وتحسوا بالحياة اللي تنحس بها أنا، وتحسوا بالسعادة. ونجي أنت وتسبلوا والديه؟ عرفتي شنو قال لك؟ في خبارك هذاك الاسم ديال الطالوني راه حنا تنتسبوا بعضياتنا، والله ما كذب عليك الاخ بسطاوي مسكين. قال لك اسم ديالك؟ تنقول لصاحبي سير راس الطالوني تيبدي تيقول لي انا واحد قال لي ندير بك شيكاية حيت سبيتي لي مرتي بالطالوني. عمرك شتي قسما بالله دار بيا شيكاية. والله إلا دار بيا شيكاية، قلت له مرتك تشبه صوفيا الطالوني مشى دار بيا شيكاية. والله العظيم والدار البيضاء. لو مرتك تشبه صوفيا الطالوني وفعلا تشبه لك، والله إلا حت بيا شكاية. والله إلا فري شرشابير. واحد ما سبيته ما قلت له، قلت له هو سب لي مرتي وأنا قلت له مرتك تشبه صوفيا الطالوني، مشى دار بيا شكاية. قال الوكيل هذا السيد راه قال لي مرتي تشبه صوفيا الطالوني. والله العظيم ما حشمتيش. عرفتي الطريق اللي تبع الاخ البسطاوي؟ يا ريت يا ريت تحس تعرف قيمتها. الطريق الذي حارب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله اكبر كبيره، الله اكبر كبيره. الطريق النور. شتي هذاك السيد؟ شتي دابا هذاك السيد انا تنعرف شنو عنده في القلب ديالو، ما تتهمو حتى شي حاجه، ما تتهمو لا فلوس، حيت دابا الله نزل له واحد السكينة والقناعة تيبلد هو الغاني فينا. أنا بعدا عزيز عليا الناس اللي تيديروا اللحية، أنا ماشي ضد هذوك الناس اللي تيقتلوا عباد الله، أنا ضد الإرهابيين، ولكن عمر صحاب اللحي ما كانوا إرهابيين، لأنه هما بغاو يخسروا صحاب السنة ويبينوا الإسلام بأنه إرهابيين ونحن مسلمين. لما تيتكلموا على الاسلام تيتكلموا علينا حنا بصفه عامه، فالاسلام هو دين معامله وسلوك، ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. اخواتي اخواتي المتابعين، لما تنشوفوا متحول جنسيا، الله اكبر. خوتي انا اللي تنقول لخويا الممثل ديالنا السابق خويا البسطاوي، فالكلام اللي قلتي انت حر في التعبير ديالك، انت شفتي كيفاش هو الزنزال، انت شفتي بواحد الجانب وانا شفت الزنزال بواحد الجانب، ولكن الا غلطتي نقدر نرشد خويا في الخاص، نقول خويا البسطاوي هذا ماشي نخرج مسكين نسبلو والديه ونسبلو امه ونسبلو باه تحت القبر الله يرحمه ويوسع عليه، ونقول له انت ارهابي. علاش هو ارهابي مسكين؟ ارهابي حيت شد طريق النور، ارهابي حيت شد طريق الحق، ارهابي حيت بغى الحق. اذا انت ضد الله سبحانه وتعالى، وانا تنقول خويا بسطاوي فانت واحد الانسان اللي هو محبوب، انت واحد الانسان مرضي الوالدين، زوين بزاف تتعجبنا في النصائح ديالك، وحتى لا غلطتي فاحنا كنا نخطا في التعبير، وخير الخطأ التوابين، وانا عارفك انت ما تتشفاش. اذا صوفيا الطالوني بعدا البسطاوي ماشي نصاب، انت اللي تتشد بنت بلادك وتمشي تسغب السنان في تركيا ودي لها فلوسها، وكل شيء تيتشكى اللي صغب عندك السنان تيجي يعاودهم في المغرب. على البسطاوي نصاب بحالك،
ولا حستيه على النور اللي عطاه الله، شنو هو النور؟ هو اللي في قلبه. إذن لا تقارن نفسك أيها المتحول جنسيا بإنسان اسمح في كل شيء لوجه الله وانت تبع طريق الشيطان. لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرق كبير أي الطالوني بينك وبين أخونا المهدي أخونا البسطاوي. ننصح بنات بلادي الله يخليكم. المهم علاش تمشيو عندو؟ علاش تمشيو عندو لتركيا؟ علاش تمشيو عندو لتركيا؟ واه هو تيقولك انا تيقولك انا مثلي، هو تيقولك انا متحول جنسيا، هو ما تيحشمش حتى في المواقع. اذا هذيك البنت بالسيفت، اذا عافاكم ما تبقاش تمشيو عندو لتركيا. هذاك السيد بعدا راه هو ديجا عليه مذكرات بحث في المغرب وعليه شكايات عديده في المغرب بالنصب والاحتيال. راه شحال من وحده مشات وطاحوا لها السنان. راه كاينين دكاتره في بلادكم حاولوا صغبوا سنان في بلادهم. اذا شتي الشيء؟ ان الله يدافع الذين امنوا. انا جيت ندافع على اخ بسطاوي وما تنعرفوش، ما عمرني هضرت معاه، ولكن الله سخرني باش نتعود الحرام، سخرني باش ندافع عليه. وانا دي تخرج تقول لهم الزروالين الصاب والزروال الصفار، انا ما عندي ما نخسر، ما عندي شركه، ما عندي بوتيكا، ما عندي كباري، ما عندي فيرما تنبيع الغله. اذا شكون الخاسر؟ انت صاحب الشركه الوهميه. فين قريتي على الطيب؟ قريتي بالمؤخره ديالك؟ ان شاء الله يعطيك الدل يا المدلول. البنت اللي سرقتي لها 2 مليون في الساق مؤخرا خرجتي تقول وحده هو دا دير العمليه وهو دا بالساق ديالها، حيت عارفك شفار. قول اخويا نيبا، قول اخويا نيبا ماشي حشومه تمشي عند هذاك اخويا نيبا اللي يمشي يدلك. كون جيتي عند خوك الزروالي نديك احسن دكتور ونصغب لك سنانك، ولكن ما بغيتكش تدل اخويا نيبا عند مدلول. اوا الياس المالكي، اوا الياس المالكي اللي تيطلع 32000 40000 70000 وتيقول لكم كلام الساقط. نتوما اللي شجعتوه باش يولي يضرب الناس، نتوما اللي تجيبوه في الصحافه. علاش ما؟ علاش؟ علاش السي الرمضاني ما تجيب لناش الاخ السوردو مسكين؟ جيب لنا الاخ السوردو اللي تيعاون الناس، وقول له بغيناك تحكي لنا على قصة ديالك اللي تتعاون الناس 8 سنين هو مسكين تيناضل مع الشعب. قول له صور لي فين ساكن. ولا السوردو ما تيقولش كلام ساقط. ياك انت باهوار؟ ايوا حنا بغيناك تحقر شي بطل، غنجيبو لك واحد البطل في الملاكمه وحقرو. رساله للسي الحموشي ورجال الامن الوطني وسيد الوالي وسيد رئيس النيابه العامه ديال المدينه، السيد الوكيل العام وسيد الوكيل الملك ديال المدينه الجديده. هذا السيد هذا اللي تجرع على هذا السيد بالكاميرا، تنتمنى فتح تحقيق في تكوين عصابه اجراميه وتيضرب السيد وتيصوره وتيسب له امه بكلام الساقط. مشي الجديدة مقندور، راه خص هذاك الولد سميتو اخويا هذاك بولقادي، راه خصو يتواصل معايا يخرج ويقول لكم انا بغيت خويا الزروالي كجمعية ملكية للمغاربة اوروبا، واحد انسان قديم في المواقع الاجتماعية، يوريني شنو ندير. وغادي نوريه الطريق ديال القانون، لانه حنا ما غاديش نهزو الاخر نبدا نضربو فيه. هذا هو اللي كاين اخوتي العزاز، لانه داك الشيء اللي دار لك سد ما عجبناش، لانه حنا مغاربه ما تنبغيوش الحقره. انت حقار الياس المالكي، انت حقار. انا دافعت عليك في الغياب ديالك بهيئه المحامين، بزاف المحامين بغا يديروا بك شكايات، ما استهزئتي بالقران الكريم ورغبتهم عليك، حيت كنت تبين لي بانك انت مرضي الوالدين. حنا البارح وتنقولوا وخارج بعدا تتحدى شكون تتحدى؟ بعدا تتحدى سميت هذاك رغيب امين، تتحدى رغيب امين يعطي 5 المليون. اش جابك الامين رغيب انت؟ اش جابك واحد الانسان اللي خالوق؟ واحد الانسان اللي خالوق. انا عطيت 5 المليون تتحدى تعطيه؟ حنا راه سامحين في ولادنا، تتحدى امين رغيب؟ انت تكذب على امين رغيب بالاخلاق وبالاداب فمو تيخرجي السمن والعسل، اخلاق عاليه. داك راه صعيب عليك، قاري عليك وواعي عليك. اش داك ليه؟ وانت هذاك الطالوني
هذاك هو راس. ما تعاودش تجيب السيد على فمك البسطاوي، خلي عليك السيد يشد طريق الله، خلي عليك يا الشيطان. وتنتمنى من الاخ البسطاوي، انت مؤمن بالله، وشنو يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز؟ واعرض على الجاهلين. الله يرحم داك الوالي. اعرض على الجاهلين، ما تبقاش جاوبهم. دابا انت خرجتي من الظلمات الى النور، وانت عالم. اعرض على الجاهلين. واش دابا حنا غادي يجيو ربنا عائله البسطاوي شكون هي؟ الله يسهل عليك. مجلة لالا العروسة، أخبار حصرية بجودة عالية. لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار.